هنروح لزميلنا فاروق صلاح، لان طبعا الخطوط بتقطع ولسه حالا جايبينه من المطار. نعرف برضو لحظات وصول فريق النادي الاهلي الى المطار في المغرب. فاروق الحمد لله على السلامه، طمنا عليكم جميعا. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام، وكل التحيه لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يسلمك كابتن اسلام. طبعا يعني رحله موفقه للنادي الاهلي ان شاء الله، نتمنى انها تكلل ان شاء الله بالتتويج بدوري ابطال افريقيا. خليني اقول لك ان احنا يعني منذ دقائق وصول الفريق لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، كان في استقبال بعثة فريق النادي الاهلي طبعا معالي السفير ياسر عثمان سفير جمهوريه مصر العربيه لدى المغرب، ايضا الكابتن سامح حفيظ الكابتن سمير عدلي اللي كانوا طبعا سبقوا الحضور البعثه بالحضور هنا الى المغرب. من الامور المهمه اللي لفت النظر هنا يا كابتن اسلام لدى وصولنا الوجود يعني اهتمام اعلامي كبير من الجانب المغربي في وصول بعثه النادي الاهلي، ووجود عدد كبير من وسائل الاعلاميه سواء المقروءه او المسموعه لرصد طبعا وصول بعثه فريق النادي الاهلي. اقدر اقول لك ان احنا متحركين في التوقيت ده الى الفندق اللي طبعا هتقيم فيه بعثه النادي الاهلي، بيبعد عن المطار ب 15 دقيقه. الاجواء هنا ان شاء الله يعني اتحركتوا بالفعل يا فاروق ولا لسه؟ نعم يا كابتن اسلام، اتحركتوا بالفعل ولا لسه؟ احنا اتحركنا بالفعل دلوقتي في الاتجاه الى فندق الاقامه اللي هتقيم فيه بعثه فريق النادي الاهلي. عايز اقول لك برضو يا كابتن اسلام وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، معالي الوزير عمرو فاروق، المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، الاستاذ طارق قنديل، الكابتن حسام مغالي، ايضا الكابتن امير توفيق. وجود هذا اللفيف بيدي رساله مهمه جدا للعيبه النادي الاهلي، ان كل المجلس وراهم، الدعم للعيبه النادي الاهلي، حاله التركيز اللي عند اللاعبين ان شاء الله، يعني اللي احنا لامسينه من مجلس اداره النادي الاهلي من اللعيبه ايضا من الجهاز الفني ان شاء الله يكون مردوده كويس للعيبه، وان شاء الله يعني تظهر شخصيه النادي الاهلي في المباراه، وان شاء الله يا كابتن اسلام يكون يوم يعني يوم المباراه يوم موفق لفريق النادي الاهلي، ونقدر احنا نتوج بالبطوله ال11 باذن الله. عايز برضه اقول لك يا كابتن اسلام ان شاء الله معلش يا فاروق وانت معانا برضه، احنا عاملين او بنذيع لحضراتكم لقطات اللاعبين وهم في الطياره وهم جوه الطياره، بنوريها بس لحضراتكم كده. وفاروق برضه بنحاول نوري لحضراتكم لحظه بلحظه رحلة النادي الأهلي من مطار القاهرة إلى المطار في المغرب، ومعانا طبعا زميلنا فاروق صلاح من داخل بعثة النادي الأهلي بيطمنا على كل ما يحدث. من الواضح يا فاروق قبل بس ما تكمل كلامك إنه الرحلة ما خدتش وقت في إن هي تخلص كل الأوراق الخاصة برحلة النادي الأهلي. بالظبط يا كابتن اسلام، يعني خليني برضو ان انا اشيد طبعا بقرار مجلس اداره النادي الاهلي بوجود طائره خاصه في يعني الرحله، يعني بيسهل كتير جدا من الامور على اللاعبين وبيسهل على بعثه فريق النادي الاهلي، ايضا من وجود الكابتن سمير عدلي والكابتن سعد عبد الحفيظ قبل البعثه ب 24 ساعه، زائد على تيسير كافه الامور السفاره المصريه واستقبالهم، يعني ما كانش في وقت يعني في انهاء الاجراءات سواء في مطار القاهره او مطار محمد الخامس هنا بالدار البيضاء. الامور اللي احنا لمسنا برضو يا كابتن اسلام يعني الثقه اللي عند لعيبه النادي الاهلي، يعني لعيبه النادي الاهلي قالت احنا اول ما خلاص حطينا رجلينا في الطياره احنا رايحين ندافع عن اللقب، احنا النادي الاهلي، احنا ابطال افريقيا 10 مرات، بطل اخر نسختين، خلاص يعني ما هيتعامل مع كل الاجواء، هنتعامل طبعا حضرتك عارف ان كل الظروف مش هنتطرق فيها، هننتظر احنا نشوف الاحداث خلال الايام القادمه، لكن احنا جايين بشخصيتنا، شخصيه النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي موجودين ابطال افريقيا، احنا اكثر الانديه اللي في القاره السمراء تتويجا بالبطولات الافريقيه، في ثقه عند اللعيبه، في تركيز عند اللعيبه، عارفين طموحات جماهير النادي الاهلي، شوف اللعيبه في كلامهم، في حديثهم، في الاحاديث الجانبيه، كابتن سامي امصان يعني شفته في اكثر من مشهد بيجتمع على انفراد مع بعض اللاعبين، بيتكلم، بيحس، بيشتغل على الدوافع النفسيه، ان حضرتك طبعا يا كابتن اسلام عارف ان مباراه شخصيات لعيبه ان شاء الله، شخصيه لعيبه النادي الاهلي، لعيبه يعني كان لنا كلام مع بعض اللاعبين قال لك احنا اتعودنا على الاجواء دي، اتعودنا على الضغوط، لسه كنا في مباراه الرجاء وطبعا. طيب احكي لنا قبل ما تكمل بس كلامك كده فاروق. في مباراه الرجاء، لكن ان شاء الله يعني كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. طيب. في هذه المباراه. قبل ما تكمل كلام، قبل ما تعرفش سامعني ولا لا، قبل ما تكمل كلامك يا فاروق، وانتوا ماشيين في انتوا ماشيين في الطريق دلوقتي، المفروض رايحين الاوتيل مظبوط؟ بالظبط يا كابتن اسلام، احنا في الطريق. في جماهير حواليكوا، في ناس مستنيه، ولا الموضوع بسيط والدنيا هاديه؟
لا يا كابتن ما سمعتكش يا كابتن اسلام. بقول لك الدنيا هاديه ولا في جماهير حواليك وانتوا ماشيين يعني؟ لا ما فيش جماهير يا كابتن اسلام، وايضا وجود تامين طبعا لبعثة التقارير. طبعا ده احنا متاكدين منه. النادي الاهلي، لكن يعني هو العدد الكبير اللي جدا اللي احنا شفناه كان من وسائل الاعلام طبعا، اهتمام اعلامي طبعا. انت عارف قيمه ومكانه النادي الاهلي، الاسم الاكبر في القاره الافريقيه طبعا، وتوافد وسائل الاعلام اللي يعني بيرصدوا طبعا وصول بعثه التفريق النادي الاهلي، لكن الامور ما فيش اي تواجد جماهيري، سواء يعني لدى وصولنا للمطار من جانب الجماهير، سواء الجماهير المغربيه، لكن وجود بعض طبعا افراد الجاليه المصريه هنا في المغرب، اللي طبعا حريصين دايما ان هم يكونوا متواجدين مع النادي الاهلي. طبعا وجودهم بيبقى عامل مؤثر طبعا لفريق النادي الاهلي. عايز برضه اقول لك يا كابتن اسلام ان التوقيت حاليا في المغرب بيختلف عن مصر، فرق ساعه واحده بس يعني. الاول يا كابتن اسلام طبعا في مباراه الرجاء كان الاختلاف في توقيت شهر رمضان، كان الاختلاف في ساعتين، لكن حاليا احنا التوقيت بيختلف، ان مصر بتفتح طبعا المغرب حاليا بفرق ساعه واحده فقط. النادي الاهلي طبعا من المقرر هيبقى اليوم وعادي غدا باذن الله في تناول وجبه الافطار صباحا تمام الساعه 10، ثم وجبه الغداء، ايضا المحاضره طبعا مستر بيتسو موسيماني والمحاضرات اللي طبعا اللي هيشتغل فيها مع اللاعبين، تدريب طبعا هيكون في نفس توقيت المباراه، لا في تمام الساعه 8 بتوقيت المغرب، التاسعه بتوقيت القاهره. طبعا الكابتن سمير عدلي مع دوره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا في يعني وضع الخطه والامور الخاصه بفريق النادي الاهلي، الخطه التنظيميه والامور الاداريه دي بتتم على افضل ما يكون. احنا بص يا كابتن اسلام يعني التفاؤل موجود، التفاؤل بحذر، لكن احنا قيمه النادي الاهلي كلها عوامل، بقول لحضرتك ونطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه. طيب. شخصيه النادي الاهلي تكون حاضره في المباراه، وباذن الله باذن الله كابتن اسلام نرجع متوجين بالبطوله ال11 باذن الله. يا رب ان شاء الله. هننتظر، احنا فاتحين النهارده معاكم شويه الهوا لحين وصول بعثه النادي الاهلي الى فندق الاقامه، ولو معاكم اي حاجه فاروق يعني طبعا ابعتوا لنا اول باول عشان جمهور النادي الاهلي ينتظر اللقطات الاولى لبعثه او لوصول بعثة النادي الأهلي إلى فندق الإقامة. أول ما توصلوا إن شاء الله برضو ارجع مرة تانية كلمنا وطمنا وابعتوا لنا طبعا أول بأول ماذا يحدث. شكرا جزيلا لزميلنا فاروق صلاح.